احد الاشياء راح نبدا ندخل فيها هي اليوزر ريكويرمنتس. اليوزر ريكويرمنتس ليش مهمه؟ ليش مهمه اليوزر ريكويرمنتس بالديزاين؟ كل ديزاين مبني عليها، ما فيش ديزاين بدون يوزر ريكويرمنتس، ما في ديزاين. لازم يكون عندي يوزر ريكويرمنتس، فاي ديزاين لازم يكون فيه يوزر ريكويرمنتس، سواء كانت اليوزر ريكويرمنتس اللي انتم درستوها اللي هي بالسيستم داينامكس، لكن انا اللي بدي افرجيكم اياه في هذا الكورس ان اليوزر ريكويرمنتس اعم بكثير من هيك. واحده منها سيستم داينامكس، بس في اشياء ثانيه اخرى. واحده من اليوزر ريكويرمنتس هي الانفايرمنتال بروتكشن. لما تروح الان على الصناعه بتطلع على اي جهاز انت بتشتري، شو ما كان هذا الجهاز، سواء كان variable speed drive او contactor او circuit، راح تلاقي في شيء اسمه IP rating. والاي بي هي اختصار لانجرس protection. لما تيجي على اليوزر ريكويرمنت، هاي من الاشياء المهمه، شو الانفايرمنت اللي بيشتغل فيه هذا الجهاز. ولذلك هلا روح اطلع على اي جهاز، خذ هذا مثلا، هذا الجهاز لو فتحته وطلعت عليه على الداتا شيت راح تلاقي فيه له اي بي ريتنج وفي رقمين بعدهم، هذا مهم جدا. الاي بي ريتنج، فممكن جهاز تطلع عليه تلاقي الاي بي مثلا من الاشياء المشهوره 54 او اي بي مثلا 21. هدول برمزوا لشيء معين، كيف يمنع دخول السوليد وكيف يمنع دخول الليكويدز على هذا الجهاز. ولذلك هذا ستاندرد عالمي مهم جدا، موجود اظن كايزو ستاندرد او يوروبيان ستاندرد. مهم جدا انك اي جهاز بتطلع عليه راح تلاقي فيه له اي بي ريتنج. فالاي بي ريتنج هذا الرقم له معنى معين، وهذا الرقم له معنى معين. كل ما زاد هذا الرقم معناها صار اصعب دخول السوليدز على هذا الجهاز، او اصبح اصعب دخول الليكويدز على الجهاز. ولذلك الرقم الاول بتعلق بالسوليد انجرس اوف سوليد، والرقم الثاني بتعلق بالليكويد. مثلا عندي اي بي 5 4، هذا الرقم بتعلق سوليدز او سوليدز انجرس، يعني دخول السوليدز، ايش هي السوليدز اللي ممكن تدخل على هذا الجهاز، وهذا بتعلق ب الليكويدز. اذا انا لو عندي مثلا، احنا بنقول بالعاميه بقول جهاز مطري، تسمع جهاز مطري، يعني ممكن احطه انا برا مثلا خارج، وحتى لو شتت بس شتى مثلا بكميه معينه وبزاويه معينه، ممكن هذا الجهاز يستمر يشتغل. اذا عندي هون 5، هلا هذه الارقام بتتراوح من 0 السوليدز 6. راح انزلكم هذه الشيت، بنزلها على الموقع تطلعوا عليها، مش ضروري تحفظها طبعا، بس انه يكون عندك فكره عن كل واحد من الارقام هاي. فعندي سوليد 0 1 2 3 4 5 6، بعدين ما في ارقام اعلى من 0. طبعا نو بروتكشن. واحد بيعمل بروتكشن لاوبجكتس اكثر من 50 مليمتر، اظن الدايمتر تبعها، يعني الاوبجكتس اللي اكثر من 50 مليمتر الدايمتر تبعها بيمنع دخولها. فمثلا على سبيل المثال 50 مليمتر بيمنع مثلا واحد بالغلط انه يحط ايده مثلا، يدخل ايده يصيب اذا كانها مثلا كهربائيه لها. اثنين اوبجكتس اكثر من 12 مليمتر. يعني اذا انا شفت جهاز محطوط عليه اي بي 2 واكس، ايش الاكس؟ يعني هو ما راح يكون في جهاز اكس، بس انا الريكويرمنت ممكن تكون انه بدي اي بي 2 اكس 2، ايش بهمني؟ السوليدز. والسوليد شو بدهم يكونوا؟ ما بصير اوبجكت اكثر من 12 ملم يدخل في هذا الجهاز. بعدين عندي هون 2.5 ملم زي تولز، يعني هون هو معطي امثله تولز ووايرز، يعني صعب ان واحد يكون مفك، مسك مفك مثلا، هذا صعب انه يمر. هون عندي سوليد 1 ملم، خمسة دست الغبر، اذا بدك جهاز ما يدخل على الغبر. ولذلك احيانا كنا لما نيجي نعمل سبيسيفيكيشن لمحركات موتورات، عادة معظم المحركات اللي موجودة في الماركت كانت 21. إذا بدنا نمنع الغبرة إنها تدخل نطلب IP55. IP55 بمنع دخول الدست لهذا الجهاز، ما بدك الدست يتراكم داخل المحرك، لأن المحرك هذا بعد فترة إذا تراكم فيه الدست ارتفعت درجة حرارته ممكن هذا الدست يبدأ يطلع له ريحة مثلا. هذا بس دست، بس هون ليميتد، ليميتد بروتكشن، يعني some protection against dust، وهذا total protection against dust.
هذا completely dust proof، بمنع الغبرة تماماً إنها تدخل داخل هذا الجهاز. إذن هذا ستاندرد عالمي، ستاندرد عالمي معروف. لو بحط أنا IP 1 أو 2 أو 4 أو 3، وطبعاً السعر رح يزيد. وأحد المشاكل كمان بتصير، كل ما زاد هذا بصير أصعب إني أبرد هذا الجهاز. هاي مشكلة. يعني بقول لك ممتاز، أنت رحت دفعت السعر وشريت IP54، لكن المشكلة صارت تبريد هذا الجهاز، صارت مشكلة لأنه دخول الهواء وخروجه صار صعب، صار بدي أحط heat exchanger أو إشي زي هيك حتى إني أبرد هذا الجهاز وأحافظ على درجة حرارة الكومبوننتس الداخلية اللي منها. مثلاً في الباور إلكترونيكس إيش حكينا عن الباور إلكترونيك كومبوننتس؟ هاي ما هي لما بتكون في داخل الجهاز راح تكون في variable speed drive، والجنكشن قديش مثلاً بتكون، بتصيرش تزيد على قديش مثلاً درجة حرارة الجنكشن فرضاً 150 أو 175، هذا رح يصير أصعب كل ما كانت الفتحات هاي مسكرة أكثر. هون عملياً تقريباً لما صار total dust proof بطل عندي فتحات يمر منها الهواء، فبدي ألاقي طريقة جديدة حتى أنقل الحرارة، أطلع الحرارة من الجهاز أطلعها إلى خارج الجهاز. إذن هذا بالنسبة للسوليد. خلينا نطلع على الليكويدز. هلا إذا واضح هدول شو معناهم؟ معناها لما بكون عندي جهاز اي بي 3 وإشي، معناها بمنع اوبجكتس الدايمتر تبعها اكبر من 2.5 ملم انها تدخل على هذا الجهاز. الليكويد عندي كمان نفس الشيء 0 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندي طبعا هون زيرو نو بروتكشن. واحد عندي بروتكشن اجينست فيرتيكال دروبس اوف ووتر، لو واحد اشي عم بتنقط المي بس فيرتيكال. ما هي هاي الصعوبه هلا بتصير لما تصير في زاويه، يعني لو واحد مسك رشاش مي وحطه بهاي الزاويه 90 رح يكون ممكن انه تدخل للجهاز، لكن لما يكون دروبس، عشان هاي هون فيرتيكال دروبس اوف ووتر. دايركت سبريز 15 درجة from the vertical، هاي 15 درجة from the vertical. واضحة ايش يعني سبراي؟ مش عمودي، في سبراي بس السبراي ما بتزيد زاويته مع الفيرتيكال عن 15 درجة. تمام كويس ماشي مثل مطر. تمام يعني التنقيط الاول مثلا لو انا عندي في مكان في اشي عم بنقط عم بينزلوا فيرتيكال النقط، هذا واحد. لو عندي مثلا مطر زي ما حكى مثلا 2 صار عندي هون على 15 درجة. طيب بس المطر تبعه عالي بيكون 4 و5. تمام هو بس عماله بعطي مثال، بعطي مثال. تمام هو ما عم بقول انه هاي واحد بس بعطي مثال. تمام هلا بنيجي للمطر لانه هو زاوية المطر ممكن تزيد عن هذا عن درجة كمان كمية المطر الكمية. اوكي ماشي. إذا هون عندي 15 degrees spray 3، عندي 60 degrees protection against direct sprays 60 degrees كمان spray 4 sprays from all directions 5. بس هو حاطط هون limited ingress permitted، يعني ممكن يشيل شوية ingress، حاططها بالتعريف يعني ممكن يصير شوية ingress. 5 لو بريشر جيتس، هذا هون سبراي. في فرق بين السبراي والجيت، ايش الجيت؟ يعني انا حاطط شيء تحت ضغط، عارف في مرات بتحط بربيش وبكون في زي مضخه او شيء عمال بتعطيه ضغط عالي، بيختلف عن السبراي، السبراي الضغط تبعه بكون محدود. اذا هون عندي 5 فول دايركشنز جيت. هاي 6 تشبه هاي جت اول دايركشنز بس اشد كانه البروتكشن اجينست سترونج جيتس. حاطين هدول المثال هون اللي هو سطح السفينه اللي شو بنسميها اعلى السفينه الدك بسموه بالانجليزي الدك. ايش بنسمي الدك؟ يعني المكان المكشوف من السفينه فوق اللي بكون المي تيجي بكل الاتجاهات بقوه عليه. 6 ايش بنسمي الدك اللي على السفينه؟ الدف الرادر. بس الدك هي يعني السطح اللي بتمشي عليه، ما بعرف ايش اتاكد من هذا. بروتكت 7 بروتكت اجينست تمبري اميرشن. هلا هون بدينا نوصل بالغمر.
سبعة بقدر أعمل غمر، بس غمر جزئي لمدة 15 لمسافة حوالي متر ل 30 دقيقة. إذا ستة خليني أحط سبعة خليني أحطها هون سوليد ليكويدز. هلا هون زي بارشل إميرشن، إميرشن يعني يغمر من 15 ل 1 متر، من 15 سم ل 1 متر 30 دقيقة. يعني لو بدي جهاز أحيانا كاميرا، عندكم شفتوا الكاميرات اللي بتصور تحت المي، أحيانا بدي أنزل مثلا تحت المي، الضغط محدود هون لواحد متر، لضغط واحد متر محدود ولفترة زمنية محدودة. وبعدين هون عندي فل إيمرشن، هاي 8 فل إيمرشن الغمر الكامل. إذا صار عندي أظن هلا بيستعملوا 67 IP 67 عادة من أعلى الدرجات اللي يمكن الواحد يشتريها لجهاز IP 67 عم بعطيني dust protection total dust protection، وسبعة عم بعطيني partial immersion. ممكن أحطه لو كان في جو خارجي مثلا. هلا بعرفش المطري الجهاز، لو أنت رحت جبت جهاز مطري إيش بكون عليه؟ أظن إنه بكون عليه 67، تأكدوا منها. ما بعرفش يعني احتمال الأجهزة لو رحت شريت جهاز مطري إيش بكون الريتنج تبعته.